أندروف. انطلق 7 أشواط الأمسية شوط الخيل العربية الأصيلة، انطلاقة موفقة لهذه الجيادة. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد أحزاب للسيد أحمد حسن الجهني على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الآن لدينا مجدور للسادة مربط إنجاز في تقدم جيد، بينما المركز الثالث تقدم من الجهة الخارجية لمنتصر اللي السيد فيصل سالم الشهواني على المركز الثالث. المركز الرابع من الجهة الداخلية لدينا الجنود للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد آل ثاني، يتبعه مغامر ديفورج للسادة مربط الغزالي. سادس المراكز رقم 5 خلدون للسادة مربط المقدام. أنيس في المركز السابع اللي السيد ناصر بن سعيد العيدة. المركز الثامن الآن لدينا السير مونلو للسادة مربط الجريان في تقدم جيد. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. منتصر في الصدارة للسيد فيصل سالم الشهواني على الصدارة وعلى المركز الأول. أحزاب في المركز الثاني في تقدم جيد للسيد أحمد حسن الجهني. المركز الثالث مع مجدور في أيضا وضع جيد، مجدور للسادة مربط إنجاز. المركز الرابع مغامر ديفورج للسادة مربط الغزالي. وخامس المراكز مجدور الآن أو لدينا الجواد الجنود للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد آل ثاني. نشوف التقدم ايضا للجواد انيس على المركز الخامس. الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه. احزاب على المركز الاول وعلى الصداره. مجدور لا يزال في وضع اليد، يخطف الصداره الان رقم 7 مجدور. المحاوله من الجهه الخارجيه لمغامر ديفورج، ولكن مجدور على المركز الاول وعلى الصداره. مجدور للساده مربط انجاز، مغامر في محاوله قويه، مغامر ديفورج للساده مربط الغزالي، لكن الصداره مع مجدور. مجدور على المركز الاول وعلى الصداره للساده مربط انجاز، مغامر ديفورج في المركز الثاني، ولكن الصدارة والمركز الأول مع مجدور للسادة مربط إنجاز. مغامر ديفورج في المركز الثاني، منتصر في المركز. And the official results for the 7th race of the evening, the winner horse number 7, Majdor, owned by the Injust third trainer Jihad Lahmed, ridden by Ronan Thomas. Second horse number 1, Magomir Deforge, owned by the Al Ghazali third trainer Jasmine Al Ghazali, ridden by Luke Delozier. Third horse number 8, Muntasir, owned by Sir Faisal Salam Al Shahwani, trained by Dr. Fahad Al Hajri, ridden by Abdullah Rashid Al Hajri. Fourth horse number 6, Azab, owned by Sir Ahmed Hassan Amalk Al Jahani, trained by Hamad Al Jahani, ridden by Arno Delapine. And in fifth place, horse number 4, Al Janoud, owned by Sheikh Abdullah bin Michel bin Hamad Al Thani, trained by Jihad Lahmed, ridden by Eduardo Pedroza.